السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. هالمرة عندنا هاي اللابتوب ديال اللاتيتيود اللي موديلها، خلينا نشوفكم موديلها. مثل ما تشوفون اي 5420، اذا واضح امامكم. هاي اللابتوب مشكلتها كالتالي، شوف اذا جينا ربطنا شاحن عليها، طبعا مثل ما تشوفون ضوء الشاحن ازرق شغال، ولكن اذا جيت وربطته بهذا الشكل على اللابتوب، مجرد ربطه ينطفي الضوء، دلالة على وجود شورت على خط المين. ف شنو ممكن يكون سبب المشكلة؟ هذا الشيء اللي راح نعرفه بهذا الفيديو، فخليكم متابعين. أول شيء شباب خلينا نقوم به هو تفكيك الجهاز بشكل كامل واستخراج البورد حتى يسهل علينا عملية الفحص. فخلي نفكك الجهاز. جاني زباين، ثواني يا اخوان، رجل المعذرة، جاني زباين ف مو واصل. شوفوا لي هذا البرغي اخوان، واقع بداخله برغي جزوه، هذا اللي سبب الكارثة. واقع هنا على البورد. طبعا من الموديلات اللي لعبت نفسي بعملية تفكيكها هو هذا اللابتوب، جدا مزعج عملية تفكيك الجهاز. ناخذ السوكت، خلينا نجيب الملتيميتر، او قبل ما نجيب الملتيميتر لعله يكون اكو فد شي هو اللي سبب الشورت، يعني احد القطع المرتبطه بالجهاز. فبعد ما فككنا البورد على يعني طلعنا البورد بوحده، خلينا نكرر التجربه. حاليا اذا تشوف الضوء الازرق مال الشاحن شغال، فنجي نربط بهذا الشكل وطفى مثل ما تشوفون. اذا المشكله بالبورد او بالسوكت، خلينا نجي نتاكد سويا، خليكم متابعين. اي اخوان، على وضع الدايود ناخذ ارضي من اي مكان، طبعا ما عندنا شورت صريح. خلينا نجي نرفع الممانعة عن خط المين 8 كيلو. طيب ممكن يكون الشورت بالمأخذ في هاي المكان، نجي نجرب مرة اخرى. هسه حاليا شغال الشاحن، لو جينا ربطنا السوكت واحدة ما طفى عندنا الضوء. لو جينا رفعنا الفولتية من عن الفلاتة مال السوكت بهذا الشكل، مثل ما تشوفون 19 فولت عندنا على الفلاتة مال باور. اذا مشكلتنا على خط المين، ولكن خط المين ما يبين عندي بيه شورت صريح. خلي نرفع الممانعات عن الدوائر بشكل مبدئي، 25 اوم على هذه الدائرة، 26 اوم، 300 وكسور كيلو اوم على دائرة الشحن، 40 اوم على هذه الدائرة، 13.2 اوم على هذه الدائرة، 13.1 اوم على هذه الدائرة، 10.7 اوم على هذه الدائرة. اعتقد هذول 3 دوائر خاصة بالمعالج، هذه اعتقد بمعالج الرسومات المدمج داخل المعالج. خلينا نشوف هنا، 250 اوم على هذه الدائرة اللي هنا، 6 كيلو اوم. هناش عندنا حرق، هنا الشورت اخوان،
شوف الحرق هنا، هذا الحرق بعد الدائرة هنا، أعتقد هذا هو سبب الكارثة اللي صايرة. هذول أعتقد بما أنه دائرة يم دائرة، أعتقد هذول دائرة 3.3 والخمسة فولت. شوف الكنترولر مالتهم بهاي الصفحة، يا اخوان خلينا نروح للمز الثاني ونشوف شنو مسببته، هذا مسببه هذا الحرق، فخليكم متابعين. يا شباب جينا على المز الثاني، خلي قبل كل شيء نربط المأخذ مال الشحن محله بهذا الشكل. طبعا رفعت هذه المنطقه كنت متوقع اشوف بيها حرق او يعني تلف ظاهر، ما لقيت غير هاي المنطقه اللي شفناها سوا، هاي المنطقه المحروقه هنا مثل ما تشوفون، عندنا هنا حرق بسيط صاير ب قرب هذا الملف، اعتقد هذا احد ملفات الدائرة ستاند باي، يا اما هذا 3.3 يا اما هذا 3.3 والاخر هو 5 فولت. ف خلينا نشيك الممانعات بشكل سريع على الدوائر، نشوف الدوائر بيها شورت صريح ولا لا. اذا ما كان عندنا دائرة قصر على الدوائر راح نقدر نغذي البورد ب 19 فولت حتى نكتشف العطل بشكل سريع. نحط الملتيميتر على وضع الاوم ونبدي نرفع قياسات. طبعا هاي دائره قريبه على المعالج، قسناها قبل شويه كان عندنا عليها 23 اوم، هاي الدائره الاخرى عندنا عليها 35، وهنا عندنا 11.8، هنا 11.8، هنا 9.6، وهنا بالكيلو طبيعي تقريبا، هنا ايضا بالكيلو. خلينا نشوف هاي الدوائر كلها تقريبا ما عندنا بيها دوائر قصر او دائرة شورت صريح. هنا عندنا دوائر، لا ما عندنا خارج دوائر. اذا اخوان خلينا نروح مباشرة ونربط البورد على البورت سبلاي، ولكن قبل ما نربط البورد على البورت سبلاي خلي اربط لكم كاميرا اضافية، محل كاميرا الفيس، قبل المعذرة كانت منطفية كاميرا الفيس. راح اربط لكم كاميرا حتى نراقب السحب سوية، اربط لكم كاميرا على الباور سبلاي ونكمل سوية، خليكم متابعين. يا اخوان ربطنا لكم كاميرا الباور سبلاي، خلينا نشغل الباور سبلاي. 19 فولت مثل ما تشوفون امامكم، 0 امبير. راح نجي نربط الباور سبلاي على البورد بهذا الشكل، نجي نغذي البورد ب 19 فولت. الارضي ناخذه من هاي المنطقه، شوفون الحرق صار هنا، كانت الشاحنه ما جاي يعني من نربط الشاحن، كان الشاحن الاصلي جاي تنطفي بسبب الشورت اللي موجود هنا. خلي نجي تحت الميكروسكوب نشوفكم، مثل ما تشوفون عندنا هذا المكثف تفحم بشكل كبير. فخلينا نجي نرفع هذا المكثف المتفحم، جاي زباين. وش قاعد نعمل؟ وش فندق؟ ويرن؟ أرجو المعذرة أخوان، طبعاً جاني زباين مثل ما شفتوا. خلي ننظف مكان هذا المكثف اللي احترق. نرمم من المكان اللي احترق اخوان،
اخوان هسه بعد ما خلينا الماسك السولدر ماسك، خلينا نجي نخلي شوية فلوكس بهاي المنطقة. هسه نجي نعوض المكثف المحروق بمكثف اخر. يا اخوان هسه بعد ما عوضنا المكثف الثالث، خلينا ننظف المنطقه بهذا الشكل. نجي مره الاخ نربط الجهاز على الباور سبلاي، خلينا نروح الى وضع الهاند والسحب امامكم مثل ما تشوفون على الباور سبلاي. نجي نربط البورد مره اخرى على الباور سبلاي بهذا الشكل الارضي والموجب، ومثل ما تشوفون البورد تقريبا اشتغل عندنا على الضوء هنا. خلينا نشوف اذا انزع رجع، شوفون ضوء التشغيل ضوء عندنا الجهاز. الان على انه ان شاء الله البورد تصلح، ولكن ما نهض لانه هذا البورد ما من النوع اللي لما تنزع بطارية السي ام اس يقوم بالاقلاع الذاتي. خلينا نتاكد من سلامة الفولتيات اللي موجودة على البورد، نتاكد من الدائرة اللي هنا اللي بها حرق. ناخذ ارضي نجي نقيس على هذا الخرج 5 فولت عندنا على هالدائره اللي صاير بها حرق بهاي المنطقه، و 3.3 مثل ما توقعت هاي دوائر ستاند باي. هاي الدوائر من المنطقي انه ما راح تكون بها فولتيات لانه ما تظهر بها فولتيات بوضع الستاند باي او وضع السكون. وولتيات الشحن المفروض تكون ايضا شغالة وسليمة. خلينا نحاول ننظف هاي المكان المحروقة ونشوف اذا متعرضة لضرر ايضا نصلحها، وبعدين نروح نجرب البورد سوية. بخليكم متابعين. هنروح تحت الميكروسكوب مرة اخرى. طبعا هذا اللي كنتوا تشوفوه الاسود طبعا مو حرق بمعنى الحرق، مسبوب مادة ويابسة بهاي المنطقة فقط، وفد مادة يابسة بهاي المنطقة كانت تبين كأنها حرق. مثل ما تشوفون ماكو أي حرق على هاي الدائرة، ومشكلتنا مو بهاي الدائرة أصلا. خلاص هسه نقدر ناخذ البورد ونروح نجرب سوية. خليكم متابعين. يا شباب جبنا البورد وجينا على الميز الثاني، خلينا نحاول نشغل البورد ونحصل على صورة ونشوف هنقدر نشوف نشغل الجهاز ولا لا. خلينا نحطه بشكل مؤقت من اجل الفحص. طبعا ما راح اربط كل شيء، راح اربطه بهذا الشكل فقط. راح اجيب الشاشه واربطها على البورد بهذا الشكل، وش نحتاج؟ نحتاج زر التشغيل، زر التشغيل اعتقد هنا هذا. تمام، خلينا نجي نربط الشاحن. الفلاتة مال الباور هنا، ناخذها بهذا الشكل. بسم الله، شغل، اشتغل الجهاز، طفى لان رستنا البايظ، طبيعي راح يطفى. المفروض يرجع يشتغل الحالة، رجع اشتغل الحالة مثل ما تشوفون. المفروض السيارة الصورة طفى مرة اخرى، خلينا نشوف راح يشتغل مرة ثالثة لان رفعنا بطارية السيموس. شغلنا الجهاز ومثل ما تشوفون الجهاز اشتغل وعرض صورة. قبل ما انهي الفيديو احب اقول لكم انه راح اترك لكم مجموعة فيديوهات مشابهة لهذا العطل في صندوق الوصف، تقدر تشاهدها وتستفاد منها. واذا عجبك الفيديو تنسانا من الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلك بالجديد. كون ياكم سيف قدامي قناة قدامي تيك. في امان الاخوان.